أسولف أيتمة نيجك أن اللي سكرنا توري إصيلنا تليفون نسنا 06-41-44-14-38 تبير تردي مني تشرق فرح هل حيس بهاللي زر ميسي لا تاريخ المغاربة يتمزير دينو سلطة أغي اللي تخصى تدي ولا توخد نجي هلا حرام هلا حرام إيه هلا حرام هلا حرام إيه يزهر إيروبا يا يتمزير دينو اللي غلولة هيا نور قزي بدي رئيس وفوان كتفوس وفوس الديس كلو نعوان أكلو ديس بداش كورانا غلخيني هلا حرام هلا حرام السلام عليكم، هني رشيد نائب الثاني لرئيس جامعة أترخاء. اليوم الحمد لله تم انتخاب مكتب جديد لجامعة أترخاء برئاسة السي محمد السيبوس. الأجواء ديال الانتخاب ديال الرئيس تمت بنزاهة بكل شفافية بحضور السلطة المحلية اللي كنشكرهم على التعاون ديالهم وعلى التنظيم ديالهم. كنشكر كذلك جميع أعوان السلطة والأعوان ديال الجماعة والساكنة على التفاهم ديالهم وعلى الانضباط ديالهم. الحمد لله اليوم تبين أن جامعة أترخاء تزخر يعني بمستوى عالي من الطاقات ومن مستوى عالي الوعي. هذا الشيء كارثته اليوم الانتخاب ديال السيد الرئيس اللي حصل على أغلبية الأصوات. الهدف الأسمى من العملية ديال الانتخاب ومن الاقتراع ككل أنه هو التنمية ديال البلاد والمصلحة ديال البلاد. اليوم غادي نخدموا ان شاء الله كلنا ود يدا في يد للاخوان اللي في المعارضه لا احنا في الاغلبيه على تنميه هذه البلاد هذه ونواصلوا المسار التنموي اللي خداته الجماعه في السنين الاخيره. كذلك كنغتنم الفرصه انني نشكر الرئيس السابق السيد رضوان امحيل على العمل ديالو الجبار، وكنتمنى للسي محمد السيبوس وكافه الاخوان اللي معنا في المكتب انهم ان شاء الله يكونوا موفقين في العمل ديالهم والترافع ديالهم على ملفات ديال التنميه في داخل اطار الجماعه. وشكرا.